بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 56 من سلسلة دروس كتاب مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للعلامة الشيخ أبي الإخلاص الحسن ابن عمار الشرنبلالي رحمه الله تعالى ونفعنا به. آمين آمين. وصلنا إلى قوله: باب ما يفسد الصلاة. قال رحمه الله: الفساد ضد الصلاح. الفساد ضد الصلاح، يعني هناك أمور كثيرة تعرف بأضدادها، تعرف بأضدادها. فالفساد ضد الصلاح، هذا في الأصل اللغة. قال: والفساد والبطلان في العبادة سيان، يعني بمعنى واحد، وهو عدم الصحة. تقول: الصلاة فاسدة يعني غير صحيحة، الصلاة باطلة يعني غير صحيحة. الله. وفي المعاملات كالبيع متفرق، مفترقان، يعني الفساد معناه في البيع غير البطلان، غير البطلان. عندما نقول بيع فاسد له أحكام الخاصة ومرت معنا، وعندما نقول بيع باطل كذلك له أحكام الخاصة. ومر معنا أن البيع الفاسد، البيع الفاسد هو ما كان مشروعا بأصله دون وصفه، دون وصفه، كأن تبيع شيئا بشرط لا يقتضيه العقد، لا يقتضيه العقد. نعم، كأن تقول بعتك مثلا، بعتك هذا الهاتف بشرط أن لا تستعمله لمدة شهر، هذا البيع فاسد، هذا البيع فاسد. نعم. أما إذا كان العقد غير مشروع بأصله ولا وصفه فهو باطل. فالبيع الباطل ما ليس مشروعا بأصله، ولا ما لم يكن مشروعا لا بأصله ولا بوصفه، كبيع الميتة، كبيع الميتة وبيع الدم فهو باطل. وبين قوسين نذكر هنا في هذه هنا، يعني لما قال العلماء البيع الباطل هو ما لم يكن مشروعا بأصله ولا وصفه، ما هو مرادهم بقول الشيء هذا غير مشروع بأصله؟ مرادهم أنه ليس مالا متقوما، أنه ليس مالا متقوما، لا، وليس مرادهم أنه لما قال ما لم يكن مشروعا بأصله يعني أنه لا يجوز في الأصل، لا، ليس هذا مرادهم بقولهم ما لم يكن مشروعا بأصله، يعني ما لم يكن مالا متقوما. لذلك قالوا مثال البيع الباطل بيع الميتة، الميتة غير مال غير متقوم، مال غير متقوم. نعم. قال: وحصر المفسد بالعد تقريبا لا تحديدا، يعني قد تكون المفسدات أكثر من ذلك، قد تكون المفسدات أكثر من ذلك. فقال: وهو 68 شيئا، منه الكلمة، منه الكلمة وإن لم تكن مفيدة كيا، وإن لم تكن مفيدة كيا. طبعا الشرط في الكلمة حتى تكون مفسدة لا بد فيها من تصحيح الحروف، ولا بد كذلك من سماعها. فإن فقد أحد هذين الشرطين بأن كانت غير مصححة الحروف أو كانت مصححة الحروف إلا أنها غير مسموعة،
فلا يعتبر هذا كلاما. وذكرنا تفصيل هذه المسألة في درس سابق. فلا تكون مفسدة، فلا تكون مفسدة. طبعا إن فعل ذلك متعمدا فيه كراهة، يعني إن تكلم بكلام صحيح الحروف غير مسموع هذا عبث في الصلاة، هذا عبث في الصلاة فيه كراهة. قال وإن لم تكن مفيدة كيا كيا، وقد تكون حرفا واحدا، قد تكون حرفا واحدا مفيدا، كان يقول قي فعل أمر من وقى، أو أن يقول دي فعل أمر من الدية، أو كان يقول مثلا مثل إيش كذا عي أيوة عي من الوعي، عي المسألة يعني افهم المسألة إلى آخره. نعم الله. قال وإن لم تكن مفيدة كيا، لقد يتكلم الإنسان في الصلاة بكلام يتعارف أو متعارف بين الناس، هو في الأصل كلام ليس له معنى، ولكن صار له معنى بالعرف. مثلا عندنا في الشام الإنسان ركب حمارا يقول له حا، يقول له ماذا؟ عندكم خا؟ نحن عندنا حا، يقول له حا. حا لا معنى لها، ولكن صار إيش لها معنى في العرف، فلو قال حا تبطل صلاته. أما لو قال خا عندنا لا تبطل، عندكم تبطل، عندكم لها معنى. نعم. وهكذا، فإن تكلم بحرف هو بالأصل لا معنى له، ولكن صار له معنى عرفي، تبطل الصلاة كذلك، تبطل الصلاة. قال ولو نطق بها سهوا يظن كونه ليس في الصلاة كذلك تبطل الصلاة، أو نطق بها خطأ كما لو أراد أن يقول يا أيها الناس فقال يا زيد، ولو جهل كونه مفسدا، حتى ولو جهل أن هذا الأمر مفسد تبطل صلاته. يعني لو أنه فعل هذا الأمر وبعد 10 سنين حضر درس علم فذكرت هذه المسألة بين يديه وتذكر أنه من 10 سنين حصل معه هذا الأمر، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. قال ولو جهل كونه مفسدا، قال ولو نائما في المختار، ولو نائما في المختار، يعني إن صدرت منه هذه الكلمة كلمة وهو نائم، نام في الصلاة وهو ساجد، قال تبطل الصلاة؟ قال نعم على المختار. لما قال على المختار؟ لأن أكثر من واحد من فقهائنا قالوا إن تكلم وهو نائم لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، ولكن المعتمد الصحيح أنها تبطل الصلاة بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وهو نفس الدليل الذي قال اتخذه علماؤنا لبيان أو للحكم بعدم جواز الدعاء بما يشبه كلام الناس في الصلاة. قال والعمل القليل عفو، والعمل القليل عفو لعدم الاحتراز عنه. طيب السؤال الآن، ما هي علاقة العمل القليل بالنطق؟ كأنه هذا خطأ من النساخ. ما هي؟ قال لا، هذا ليس خطأ من النساخ، هذا ليس خطأ من النساخ، ولكن الشيخ تخيل وجود سائل يسأل فيقول له يا معاشر الفقهاء لقد جعلتم الكلام القليل والكلام الكثير سواء في أنه يبطل ويفسد الصلاة، إلا أنكم فصلتم في العمل فقلتم العمل القليل لا يبطل الصلاة والعمل الكثير يبطل الصلاة، فلما هذا التفصيل في مكان وعدم التفصيل في مكان آخر؟ ما هو الجواب؟ قال إنما عفية إن صح التعبير عن القليل من العمل
لأن بدن الإنسان بحد ذاته لا يخلو عن طبيعة الحركة فلا يمكن لإنسان أن يحترز عن قليل الحركة فلذلك قال الفقهاء يعفى عن قليله، لأنه إيش من المتعذر أن يخلو الإنسان عن قليل حركة. أما الكلام فقد تجد إنسان يجلس ساعة وساعتين وثلاثة ويوم ويومين وثلاثة وما يتكلم، فقادر على الامتناع عن القليل والكثير، لذلك لم يعفى عن قليل الكلام. إذن هذا جواب عن سؤال مقدر وليس سهوا ولا خطأ. قليل ماذا؟ الحق سيأتي معنا خلاف في هذه المسألة تفصيليا. قال ويفسدها الدعاء بما يشبه كلامنا وهو ما ليس في القرآن ولا في السنة، ولا يستحيل طلبه من قبل العباد. فإن ورد في السنة أو استحال طلبه من قبل العباد لا تبطل الصلاة. فلو قال في الصلاة اللهم أعطني 100 مليون دينار تبطل الصلاة، لأنه قد يأتي إنسان يعطيك 100 مليون، هذا واقع. أما لو قال اللهم ارزقني رزقا حلالا هذا ما في مانع، هذا لا إشكال فيه لأنه ورد في السنة اللهم إني أحب فلانة فزوجني إياها تبطل صلاته ليه؟ لأن أبوها يأتي ويزوجك إياها، فهذا يمكن أن يحصل من قبال العباد. اللهم إني أريد السيارة العربية الفرانية تبطل الصلاة، هذا دعاء يشبه كلام الناس. خارج الصلاة أدعو بما شئت تتزوج فلانة ولا تشتري العربية الفلانية. ولكن أنصحكم أحبابنا بنصيحة نصحني إياها أحد أشياخي من 20 عاما أو أكثر، وهي إياك أن تطلب من الله شيئا إلا وأن يكون مقرونا بذكر العافية. يعني قل اللهم إني أسألك عربية فاخرة مع العافية في ديني ودنياي، اللهم إني أسألك مالا كمال قارون ولكن مع العافية في ديني ودنياي. انتبه، إذا قلت اللهم إني أسألك مالا ولم تطلب العافية قد يأتيك المال فتذهب العافية، يأتيك المال فتطغى. فقل أي شيء، فإذا ما منعت هذا الأمر اعلم بأن العافية في منعه، إياك أن تسأل أي شيء، اطلب ما شئت من الله ولكن مقرونا بالعافية. اللهم إني أسألك كذا مع العافية في ديني حتى لو كان طاعة، اللهم إني أسألك أن توفقني يا رب إلى حجة في كل عام مع العافية في ديني ودنياي. ما هي الفائدة لو أكرمك الله بحجة في كل عام وكنت مرائيا وكنت متكبرا تصاب بالعجب بين الناس أن أذهب إلى الحج في كل عام؟ ما هي الفائدة؟ لا فائدة منها. أما لو أكرمك الله بالحج مع العافية، يعني مع التواضع والإخلاص والقبول، شيء رائع جميل، هذا مطلوب. فلذلك أنصحكم بما نصحني به أحد أشياخنا، وهو إياك أن تسأل الله شيئا دون أن يكون مقرونا بالعافية في الدين والدنيا. اللهم إني أسألك كذا مع العافية في ديني ودنياي. الدنيا تشمل الزوجة والأولاد وإلى آخره، كل شيء من متعلقات الدنيا. قال نحو اللهم ألبسني ثوب كذا، أو أطعمني كذا، أو اقضي ديني هل الشيخ هنا اعتبر اقضي ديني من كلام الناس؟ ولكن هذا الكلام فيه نظر، لأن ورد مثل هذا في السنة فلذلك يعني لعله سبق قلم والله أعلم. أو ارزقني فلانة على الصحيح، يعني حتى في زمان الشيخ كانت الناس يعني تتعلق قلوبها بفلانة
فربما يسأل أحدهم ذلك ربه في الصلاة. قال لأنه يمكن تحصيله من العباد بخلاف قوله اللهم عافني واعف عني وارزقني، يعني مطلقا بدون تقييد بفلانة أو بسيارة أو ببيت أو بفيلا أو بغير ذلك. قال ويفسدها السلام بنية التحية، ويفسدها السلام بنية التحية وإن لم يقل عليكم ولو كان ساهيا، ولو كان ساهيا. يعني قال السلام وهو يسلم على زيد من الناس تبطل الصلاة ولو كان ساهيا. قال السلام بنية التحية، فلما قال السلام بنية التحية خرج ماذا؟ السلام بنية التحليل، بنية التحليل. فإنه هل يبطل الصلاة لو إنسان قعد في الصلاة قال السلام عليكم ورحمة الله بنية الخروج من الصلاة وهو في الركعة الثالثة أو الرابعة تبطل الصلاة؟ نعم إن كان متعمدا، أما إن كان ساهيا لا تبطل الصلاة. قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فتذكر أنه في الركعة الثالثة يقوم يتابع الصلاة ويأتي بسجدتي السهو آخر الصلاة. أما لو كان متعمدا تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. إيه نعم. لذلك قال العلماء لو سلم على رأس ركعتين في الظهر وهو يعتقد يظن أنه يصلي الفجر ما حكم صلاة الظهر؟ تبطل الصلاة. ليه؟ لأنه سلم متعمدا بنية القطع، متعمدا يعني وهو يرى أن الآن صلاته ركعتين، قال تفسد الصلاة وليس ساهيا، وليس ساهيا. قال لا يبطل الصلاة في أي موضع من مواضع الصلاة سلم ساهيا لا يؤدي هذا إلى بطلان الصلاة، قائما راكعا ما دام ساهيا، ما دام ساهيا. لأنه قد يظن هو قد يكون قائما يقوم الله يعني يقرأ الفاتحة فيتذكر أن هذا القيام الآن قيام إلى الثالثة وأنا الآن أصلي الفجر وهو يكون يصلي الفجر، فقال السلام عليكم فتذكر أن لا هذا القيام للثاني وهذا القعود الذي فعله في الأول خطأ فيعود إلى صلاته. قال ولو كان ساهيا ليه؟ قال لأنه خطاب، لما تقول السلام بنية التحية هذا خطاب يا حباب. قال ويفسدها رد السلام بلسانه، ويفسدها رد السلام بلسانه ولو سهوا. دخل فلان إلى المسجد فقال السلام عليكم، هو في الصلاة وعليكم السلام، تبطل صلاته ولو ساهيا ولو سهوا، لأنه من كلام الناس، لأنه من كلام الناس. والأصل أحبابنا هذه عندنا عادة في الشام، يدخل الواحد إلى المسجد فيقول بصوت عالي السلام عليكم ورحمة الله، وكل الموجودين في المسجد طبعا يقولوا عليكم السلام. هذا خطأ، هذا خطأ. الصواب تدخل للمسجد تبدأ بتحية المسجد، لا تقبل. أنت الآن لما تدخل إلى بيت إنسان، إلى بيت إنسان تبدأ بالسلام على من؟ على صاحب البيت أولا، في استخفاف بصاحب البيت عندما تسلم على غيره. إيه نعم. فتبدأ بتحية البيت، تصلي ركعتين وبعد ذلك تسلم على إخوانك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. يضاف إلى هذا يوجد من الناس غالبا الناس في المسجد هم يقرؤون القرآن، هذا حال الكمل من الناس، فأنت تقطع عليهم قراءتهم، تقطع عليهم قراءتهم. قال ويفسدها رد السلام بلسانه ولو سهوا لأنه من كلام الناس، أو رد السلام بالمصافحة، بالمصافحة. قال لأنه كلام معنى، كلام معنوي وليس حقيقي المصافحة. إلا أن الشيخ الطحطاوي رحمه الله تعالى في الحاشية كأنه لم يرتضي هذا الجواب لأنه كلام معنى، فقال هناك في الحاشية الطحطاوي أن
أورد على الشيخ الشرنبولالي أورد على الشيخ الشرنبولالي بأن الرد باليد كلام معنوي وهو لا يفسد. كيف يعني؟ لو أنا أصلي مقابل إنسان فعل لي مرحبا يا شيخ فعل لي هكذا فأنا فعلت له هكذا تبطل الصلاة؟ لا تبطل، حركتان لا تبطل الصلاة، وهذا كلام معنى. كلام إذا ليس كل شيء كلام معنى تبطل به الصلاة. أنا مثلا دخل ابني فقال لي أنا سأذهب إلى المكان الفلاني، فقلت له هذا كلام معنى لا تبطل به الصلاة، لا تبطل به الصلاة. لذلك قال الشيخ الطحاوي رحمه الله لو علل بأن المصافحة هي حركات كثيرة متوالية وهذا يؤدي إلى إبطال الصلاة لكان أولى، لكان أولى، لأنه ليس كل شيء كلام معنى يبطل الصلاة. وهذا يحصل كثير، أنت في الصلاة زوجتك تسألك فتفعل إما هكذا أو هكذا، هذا كلام معنوي ولا يبطل الصلاة ولا نستغني عنه. يعني إذا الواحد لما يصلي يذهب إلى مكان حيث لا يراه أحد إلا الملائكة، لا مانع من اطلاع الجن، لا مانع، ويصلي وبعد ذلك قال ويفسدها العمل الكثير. العمل الكثير طبعا العمل الكثير يعني مما ليس من أعمال الصلاة، فلو أنه زاد في الصلاة سجدة غير متعمد ساهيا أو زاد فيها ركعة ركوعا هذا غير مفسد للصلاة، هذا حركات كثيرة هذه وهذا عمل كثير ولكن هو من أعمال الصلاة. إنسان قام من السجود إلى القيام فدخل ثوبه بين إليتيه من الخلف فاحتاج هذا إلى نفض ثوبه، هذا عمل كثير وحركات متوالية لكن هذا من أعمال الصلاة. أراد أن يسجد فرفع ثيابه هكذا وسجد، هذا من أعمال الصلاة وإن كان عملا كثيرا. الصلاة لا تستغني عن مثل هذا العمل، فهذا لا يضر. فالمراد بالعمل الكثير هو مما ليس من أعمال الصلاة. أي نعم. العجب العجاب أني أيام كنت أصلي في مسجد ليس من أيام أكثر من شهرين، يعني قدر الله عز وجل أن أصلي في مسجد وما شاء الله المسجد يعني يحضره مصلون كثيرون، فقام الشيخ وبدأ يتكلم عن مفسدات الصلاة فقال مما يعتقده الناس خطأ بأنه مبطل للصلاة وهو ليس مبطل. خير يا شيخ ما هو؟ قال لو أنك في الصلاة رن الهاتف قال تخرجه من جيبك هكذا ولا مانع أن تنظر ثم تقوم بإطفائه وترجعه إلى جيبك، قال هذا لا يبطل الصلاة، هذا لا يبطل الصلاة. على أي مذهب لا أعلم. قال ذكر أمثلة كثيرة جدا فيها حركات وحركات وحركات، فأنا تعجبت منه تماما من هذا الكلام. قدر الله بعد فترة حضرت خطبة الجمعة عنده، فماذا قال على المنبر؟ قال يا أخي لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس الحصى فقد لغى، لا يجوز لك أن تعبث في الصلاة في أثناء الخطبة حتى في المسبحة أو أن تعبث بأصابع يدك. سبحان الله، في الصلاة أخرج الجوال وأرى من اتصل وأغلق عليه لا يبطل الصلاة، أما في خطبة الجمعة تقول هذا الكلام، هذا تناقض، هذا إن دل على شيء يدل على عدم فهم هذا المتكلم بأحكام الشريعة، هو لا يفهم، هو لا يفهم. لو فهم حقيقة الصلاة ما هي، لو فهمها على النحو المطلوب لقال لو التفت بقلبك لبطل صلاتك، ولكن لما كان الفهمهم لأمور الصلاة فهما، هذا أظنه كان من اللكعيين أو من المشوشين، نسأل الله السلامة.
قال ويفسدها العمل الكثير لا القليل. والفاصل بينهما أن الكثير هو الذي لا يشك الناظر لفاعله أنه ليس في الصلاة، وإن اشتبه فهو قليل على الأصح. هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. فضيلة مولانا الشيخ خالد قام يصلي الآن الضحى، شرع في الصلاة، فدخل إنسان فرأى الأستاذ خالد وهو يصلي، فالشيخ خالد حك رأسه هكذا، فهذا الذي دخل هل يشتبه عليه حال أخونا خالد بأنه خارج الصلاة أو في الصلاة؟ لا يشتبه عليه الحال. أما لو كان هو في الصلاة رن الهاتف فرآه، وتابع، هو يجزم بأنه ليس في الصلاة، واضح. الآن نحن كنا معه، هو قام الآن يصلي أمامنا، نحن نجزم بأنه يصلي، فأخرج الهاتف من جيبه ونظر وبعث رسالة بالواتس طيب الآن نحن هل يشتبه علينا بهذا الفعل أنه في الصلاة؟ لا يشتبه علينا، لأننا نجزم بأنه في الصلاة، فهل تبطل صلاته؟ نعم. فالمراد، انتبه، فالمراد بأنه لا يشك الناظر بفاعله الناظر الغائب لا الناظر الحاضر، واضح، الناظر الذي كان غائبا وحضر وهو يصلي. أما لو أنه قام الصلاة بين الناس وبدأ بعد ذلك يحرك حركات كثيرة، نحن نقطع بأنه يصلي، ولكن هذه حركات تبطل الصلاة. فهمنا المسألة أحبابنا؟ قال والفاصل بينهما أن الكثير هو الذي لا يشك الناظر الجاهل بحال هذا القائم، يعني هو لا يعرف بالأصل هل هو يصلي أو لا يصلي، لفاعله أنه ليس في الصلاة، وإن اشتبه فهو قليل على الأصح. وقيل في تفسيره غير هذا، كالحركات الثلاث المتواليات كثير ودونها قليل، هذا المشهور بين طلاب العلم، أنه إذا تحرك ثلاث حركات متواليات تبطل الصلاة، واقف هكذا تبطل صلاته. طيب ماذا أفعل؟ خدي أريد حك خدي هكذا أفعل طول الصلاة، لابد من حكه. هذا يحصل مع كثيرين من الناس، تقف ذبابي هنا مثلا يفعل لها هكذا تبطل صلاته، لا أفعل هكذا، هذه حركة. حتى بعضهم قال هكذا حركة واحدة، أن أصبع واحد، أصبعين حركة، ثلاث حركة اليد كلها، إيه تمام، فأفعل هكذا، أفعل ساكن بمقدار تسبيحة بعد ذلك أو تسبيحتين ثم أرجعها، هذه الثلاث حركة واحدة، واضح، لأنها إيش؟ متفرقة غير متوالية، غير متوالية. الله. قال ويكره رفع اليدين عند إرادة الركوع، يعني هذا سنة عند الشافعية، يقول الله أكبر ويركع، عندنا مكروه. طيب الآن انتبه، الله كم حركة؟ هذه حركتان، الله وانزالهما حركتين، أربع حركات متوالية، هل تبطل الصلاة؟ قال لا. قال والرفع إذن هنا عندنا فاصلة عند إرادة الركوع، أضع فاصلة بعدين، والرفع عندنا يعني رفع اليدين لأجل التكبير عندنا لا يفسد على الصحيح، لا يفسد على الصحيح. لما قال على الصحيح، هناك رواية عن سيد أبي حنيفة أنه يفسد الصلاة، ولكن المعتمد أنه لا يفسد الصلاة. نعم. هذا الجهل مولانا، هذا عين الجهل. حتى قال، ذكرتني هذا نفس الشيخ ماذا قال؟ قال لو أن
الإمام أثناء القراءة انقطع صوت المكبر، قال يذهب الإذاعة يفتح الباب ويصلح الإذاعة ويرجع ثم يتابع الصلاة. والله هذا الكلام الذي قاله، فلما قاله هذا الكلام فعلته بالله شعورا، فعلت له هكذا. لا أدري يعني هل هناك مذهب فيها يقول هذا الكلام، لعله، ولكن أنا لا أظن. هذه ليس الصلاة، ليس الصلاة. أي هنا الظاهر أنها تنزيهية وليست تحريمية. انتبه دائما الكراهة التحريمية، دائما الكراهة التحريمية ينبغي أن يكون فيها نص بالنهي، ورد نص في النهي، أو فيها مخالفة صريحة للسنة، للسنة المتفق عليها، للسنة المتفق عليها. قلت لك مولانا، قلت لك المشهور بين الطلاب الحركات الثلاث المتوالية، هذا المشهور بين الطلاب حتى بين الشيوخ حتى في الفتوى، ولكن المعتمد والله أعلم حتى عند الشافعية القول الأول، حتى عند الشافعية نفس التفصيل ذكره الشافعية، نفس التفصيل ذكره الشافعية. قال ويفسدها تحويل الصدر عن القبلة، تحويل الصدر لتركه فرض التوجه. أما لو حول وجهه هكذا كله عن القبلة أو بعضه، طبعا بدون عذر، فيه كراهة، فيه كراهة تحريمية أن هذا التفات، وورد في الحديث النهي عن الالتفات في الصلاة. نعم. قال لتركه فرض التوجه، هل عندنا التوجه إلى القبلة بالصدر عند الشافعية بالكل، فلو التفت بوجهه تبطل صلاته عند الشافعية، أما عندنا التوجه إلى القبلة بالصدر وليس بالوجه. قال لتركه فرض التوجه إلا لسبق حدث، لو سبقه حدث ومشى وذهب واستدبر القبلة لا يضر، أن هذا المشي من أجل إصلاح الصلاة، أو لاصطفاف حراسة كأن كانوا يصلون في المعركة. إيه نعم، صلاة الخوف، صلاة الخوف. مشى، انتهى القوم الأول من صلاة الركعة الأولى والثانية خلف الإمام، ذهبوا إلى للحراسة، ثم ذهب بقية الجنود ليصلوا خلف الإمام، فهذا الذهاب والمجيء واستدبار القبلة كله، هذه حركات كثيرة، واستدبار القبلة ربما يكون، قال هذا كله لا يضر. قال أو لاصطفاف حراسة بإزاء العدو في صلاة الخوف. قال ويفسدها أكل شيء من خارج فمه ولو قل كسمسمة بإمكان الاحتراز منه. أنت الآن توضأت ولك شوارب، ظن يعني الشوارب عند المالكية لا مانع من إطالتها، وأنا رأيت صورة للشيخ الدردير رحمه الله له شوارب كبيرة، لا أدري هل هي له أو لغيره، قيل لي هذه صورة للشيخ الدردير رحمه الله، فعندهم حلق الشوارب بالكلية ممنوع، هذا مثلة حلقها بالكلية بالموس، يعني عندهم السن القص ألا تنزل الشعرات الشوارب إلى، فالمهم له شوارب. كان بزمان أحد المصلين عندي، هو بالأصل لم يكن مصليا، كان هو تاجر مخدرات بودرة وحشيش، علمت هو جار المسجد اسمه أبو جهاد، فعلمت الناس تتكلم قالوا الحمد لله الآن نجلس جمعة 10 أيام ونرتاح من أبو جهاد، فوصلت هذه الكلمة إلى ذهني إلى أذني، فقلت له من أبو جهاد؟ قال أبو جهاد واحد إنسان كذا وكذا وكذا، تاجر حشيش المخدرات ويفسد شباب الحي. قلت لهم خير ما به؟ قال هو مريض إن شاء الله يموت. قلت له لا، يموت على معصية؟ اتقي الله، دلوني على بيته، ماذا تريد؟ سأذهب لزيارته. يا شيخ هذا كل مشايخ البلد يحاربونهم. قلت أنا ما آذاني، لماذا أحاربه؟ هل أحاربه؟ ما آذاني.
فقلت لهم أرسلوا أن الشيخ سيأتي لزيارتك. فأرسل له رسالة، راح أحد المصلين، الشيخ اليوم يأتي لزيارتك. يعني بيقولوا عنا بالعامة طار من الفرح، فرحة فرحا شديد، الشيخ سيأتي لزيارتي، أنا الذي كل المشايخ بتحاربني. فقالوا لي إياك أن تشرب شيئا عنده، هذا الشاي عنده دائما يضع فيه بودرة، إياك أن تشرب شيئا عنده. قلت لهم خلاص نذهب. فلما ذهبنا استقبلني وعانقني، فكانت رائحته يا لطيف كم هي مزعجة، لكن أنا عانقته وقبلته وجلس. قال لي تشرب شاي شيخ؟ قلت أشرب شاي ولكن بشرط أن يكون ما في شيء، أنا ما بتحمل ضغني بيعمل راسي هيك. قام ضحك، لا 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 شاي ما في شيء بنوب. جاب الشاي، شربت أول شفة، قلت له عملت له هكا من باب الدعابة. قال والله يا شيخ ما في شيء. قلت أنا عارف ما في شيء، بس أنا راسي راسي فتل فقط هيك حسب الجو الموجود عندك. وبدأت أداعبه يعني، وأخذت مع اثنان أو ثلاث من الأحباب إخواننا يعني، فقمنا نقرأ الفاتحة أن يعافيه الله عز وجل. قرأنا الفاتحة ونزلنا. بعد أربعة أيام خمسة أيام أرسل لي رسالة، شيخ أنا ما زلت مريض، ما تأتي تزورني مرة ثانية؟ نذهب لزيارته مرة ثانية. فذهب طلعت مرة ثانية والله، جلسنا والله ما تكلمت معه بشيء، لا بحلال ولا بحرام. بعد أسبوع واقف أمام باب الجامع، أهلا أبو جهاد كيف حالك؟ تحسنت؟ قال الحمد لله رب العالمين. قال شيخ أريد أن أدخل للمسجد أصلي. تفضل، المسجد للمسلمين كلهم. فدخل صار يأتي ويجلس أي في صدر المسجد ويجلس هكذا يعمل هيك. فمباشرة الناس هذا المجتمع الظالم عندنا صاروا يقولون عنه بأنه مخبر، دخل للمسجد من أجل أن يكتب أسماء المصلين وغير ذلك، هو عميد يعني للأمن إلى آخره. فبعد أربعة أيام جاءني يبكي، قال لي يا شيخ هؤلاء هكذا الناس تقول عني. قلت لهم يا أبا جهاد أنت قدوتك النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد أحدثه. قال الله يجزيك الخير، والله أنت الآن يعني شحذت لي همتي. قال لي أنا شيخ أنا أريد أن أصبح مستقيما. قلت له قبل أن تصبح مستقيم الآن هون الشاهد بالشوارب، شواربه كان هيك هكذا شواربه، كل شيء خان ومعروف يعني بالبلد كله، ما في لا يوجد مثل شاربيه. قلت له يا أبا جهاد قبل أن تستقيم لابد أن ندخلك إلى معمل الصيانة اللي كيف. قلت له أنت تحتاج إلى هكذا، تحتاج إلى نفض. إيش نفض يعني؟ عندما فلان يحتاج إلى نفض يعني تغيير، تبديل، قطع تبديل من فوق إلى تحت، تحتاج إلى نفض كامل. قال إيه ما في مشكلة شيخ بننفض يعني أفعل. قلت له أفعل كل شيء. قال كل شيء. قلت له أول شيء أريد أن أغير مظهرك الخارجي، هذا المظهر كله مو عاجبني. قال افعل ما شئت، أنا أخي حلاق. أخذت عن أخي، قلت له أخي اسمه أبو رفيق. قلت له أخي أبو رفيق الله يرضى عليك ضبطني المظهر الخارجي كاملا. قال لي شلون؟ قلت له مثل ما قلت لك. قلت له إيم. قام انتبه. قال لي شو شيخ؟ قلت له خلاص القرار لمين؟ قال إلا. قلت له خلاص وهو أنت اقطع رأسه ولا تقص شاربه. قال لي كيف أمشي بالطريق أستاذ بدون شوارب؟ قلت له قل لهم الشيخ هكذا أمر. قلت له الأخوة قصة له شواربه زبطت شكله وحلق له وحلق له وأخذته وكبسنا قلابية وطائية وصار يصلي في المسجد. إيه نعم. واستمر هكذا سبحان الله هكذا شهرين تقريبا، ولكن الناس لم يرحموه، الناس الظلمة بقوا يذكرونه بفلان أبو جهاد تاجر الحشيش، أبو جهاد تاجر المخدرات. فخرج من المسجد وقال أنا لا أعود للصلاة في المسجد، سأصلي في بيتي سأصلي. الحمد لله أظن استمر يصلي يعني بعد ذلك هو. فالشاهد عندنا شاهدان، شوارب. الأمر الثاني مولانا الكلمة الطيبة تدعو فيها إلى الله عز وجل.
يعني أنت لا تحكم على الأشخاص من قبل الناس، اذهب لزيارته وتكلم معه بإحسان، لا تدري ماذا تحدث هذه الكلمة الطيبة منك. ولي مواقف كثيرة مع أولئك الحشاشين، أكثر من شخص، أكثر من شخص يعني من فضل علي كلمتهم وهم يسرون عندما أكلمهم بأسلوب طريقتهم. الحشاش له طريقة في الكلام. والله في مرة واحد أحد الحشاشين كان سكران ويعني غايب عن الوعي تماما، ويحمل كان بيده كالسيف، يسمى عندنا في الشام شنتياني، كالسيف، وواقف في نص الشارع وما يستطيع إنسان يمر، قاطع الطريق تماما، يعني إما أن يطلق عليه بالنار أو بالتمر من أمامه لابد أن يقتلك، قاطع الطريق تماما. فجاءوا عندي للمسجد قالوا لي فلان واقف في مسكر الطريق والناس ما عم تمروا إلى آخره، لا تمر الناس فلان. نعم. فذهبت والله من بعد 100 متر صرخت عليه بصوت عالي فلان، أو وقف هيك ولي هكذا قال، يعني يا ويلتا ولي الشيخ، رمى السيف هكذا وهرب. قلت له تعال لا تهرب، تعال عندي. فرجع إلي وقف هكذا، قلت له أحضر الشنتياني، أحضره. فلما مثلا أعطيني الشنتياني، قال لي خذ. قال لي شيخ نعم، قال لي أقسم بالله هكذا باللهجة، ما في ابن مرة، يعني لا يوجد ابن امرأة، لا يوجد ابن امرأة استطاع أن يأخذ الشنتياني هذه من الذي إلا أنت، بس ما في أفعال. قلت له امشي ورائي للمسجد، خدت على المسجد تكلمت أنا وياه إلى آخره. فالكلمات الطيبة هذه تلين الصخر، تلين الصخر. نحتاج هؤلاء مولانا مرضى يحتاجون إلى طيب معاملة، إلى طيب معاملة. نسأل الله أن يرزقنا الحكمة. قال الذي وصلنا لهذا الكلام، ما هذا؟ الشوارب. أيوة تمام. قال ويفسدها أكل شيء. أنا كنت أريد أن أتكلم بهذا الكلام. الآن أنت لك شوارب، توضعت فالماء على وجهك، أثناء الصلاة سال الماء من شاربك إلى شفتك فابتلعته، ما حكم صلاتين؟ تبطل صلاتك. أنا كنت أريد أن أذكر هذه المسألة، هذه المسألة. فسافرنا ورحلنا إلى مكان بعيد. طيب نعود الآن، والعود أحمد. قال ويفسدها أكل شيء من خارج فمه ولو قل كسمسمة لإمكان الاحتراز عنه. قال ويفسدها أكل ما بين أسنانه إن كان كثيرا، وهو أي الكثير قدر الحمصة، قدر الحمصة، ولو بعمل قليل، ولو بعمل قليل لإمكان الاحتراز عنه. إذا كان الطعام اللي في فمك بمقدار الحمصة ولو حركت بلسانك هكذا وبلعته تبطل صلاتك، أما لو كان قليلا لا تبطل. قال بخلاف القليل بعمل قليل، لأنه لأن القليل الطعام القليل تبع لريقه، يعني يعسر الاحتراز عنه، وإن كان بعمل كثير فسد بالعمل، يعني وقف هكذا وبدأ بلسانه يخرج ما بين أسنانه وهو في الصلاة خلف الإمام، ما في قراءة، مشغول بإخراج ما بين أسنانه، فخرجت السمسمة من بين أسنانه بعد أن جهد جهيد وابتلعها، تبطل صلاته. هذا تبطل صلاته. السؤال الآن لو أكل قبل أن يصلي شرب كأس شاي أو شرب مثلا هكذا اليانسون، أحد أصدقائنا قد يقول هذا ما اسمه، ليس يانسون، ليس ينسون، يذكرون، ينسون من النسيان، قال هذا اسمه يذكرون وليس ينسون. فبقي طعمه بفمي وقمت للصلاة، قال لا مانع، لا يؤدي هذا إلى بطلان الصلاة، عند الشافعية يبطل الصلاة، عند الشافعية لا يصح. من فمه إلى فم صديقه؟ لا قلت لك هكذا بدأ يعني يحرك، يعني
وإن كان بعض الفقهاء فسر العمل الكثير بغير هذا التفسير الذي ذكرته لكم غير هذا التفسير. قال إذا لو شرب قهوة أو شاي وبقي طعم القهوة أو طعم السكر أو طعم الشاي بفمه بعد وردد ريقه مرتين ثلاثة ولم تذهب الطعم وشرع في الصلاة لا يضر عندنا لا يضر ذلك. أما لو أدخل بفمه سكرة قبل الصلاة معروف السكرة دخل بفمه هكذا قال الله أكبر وبدأت تذوب هذه السكرة بفمه تبطل الصلاة. قال ويفسدها شربه لأنه ينافي الصلاة ولو رفع رأسه إلى السماء فوقع في حلقه برد أو مطر ووصل إلى جوفه بطلت صلاته. ليه؟ لأن شيئا من خارج الفم وصل إلى جوفه. ويفسدها التنحنح بلا عذر لما فيه من الحروف. التنحنح بلا عذر ومن العذر تصحيح الحروف. الإنسان إمام يصلي إمام من العذر تحسين الصوت للقراءة في بلغم. أما لو كنت مقتديا وتنحنحت ما حكم صلاتك؟ تبطل. ما عندك عذر. وهذا مما ينبغي التنبه له. ويفسدها التنحنح بلا عذر لما فيه من الحروف وإن كان لعذر كمنعه البلغم من القراءة منعه يتنحنح أو كما قلنا لإصلاح الصوت وغير ذلك. قال لا يفسد حتى لو كنت أنت الآن تصلي ويسألون عنك في الصلاة وكنت تصلي في صلاة سرية مثلا لك أن تتنحنح لتخبرهم بأنك في الصلاة أو مثلا الإمام أخطأ في الصلاة لك أن تتنحنح لتخبره في أنه أخطأ إن كان يفهم بالتنحنح. نعم أن التنحنح أقل من التسبيح أما إن كان لا يفهم ذلك فلك أن تسبح. نعم المقتدي تنحنح لينبه الإمام المقتدي تنحنح لينبه الإمام لا تفسد صلاته. أخف إن تنحنح لا تبطل صلاته. قال يريد تنبيه الإمام لا تبطل صلاته. فهمت المسألة؟ نعم. المنفرد ما مانع إذا كان يريد أن يقرأ مثلا وأن يجهر بالصلاة فإذا بالبلغم هنا أعاق الجهر له أن يتنحنح بالمقدار الذي يعني يزول به المانع. كذلك السعال يفسد الصلاة إذا كان يستطيع منعه. أما إذا كان لا يستطيع من هو مريض لا ضرر وإن خرج به حروف كثيرة. والعطاس كذلك العطاس ما يستطيع الإنسان يمنعه. قال والتأفيف هذا إذا كان مسموعا. والتأفيف أن تقول أف كنفخ التراب. نفخ التراب لك أن تقول أف تبطل الصلاة. أما لو قال بدون أف فقط هكذا هواء هذا لا يبطل الصلاة. والتضجر والأنين كذلك أن الرجل يئن أنينا نسأل الله السلامة فهو آن وهي آنة. قال وهو أي الأنين نسأل الله السلامة بسكون الهاء مقصور يعني بدون مد الهمزة بوزن دع. والتأوه وهو أن يقول أوه وفيه لغات كثيرة تمد يعني تمد الهمزة فتقول آه
أثناء الصلاة. ولا تمد كذلك مع تشديد الواو المفتوحة وسكون الهاء وكسرها. هذا كذلك كله إيش؟ يبطل الصلاة إذا كان لا يستطيع منعه، إذا كان يستطيع منعه، إذا كان يستطيع منعه. أما إذا كان لا يستطيع منعه فلا تبطل الصلاة. الله. قال: وارتفاع بكائه وهو أن يحصل به حروف مسموعة. أما لو خرج صوت بدون حروف فهذا غير مفسد، غير مفسد. إنسان مثلا هو في الصلاة جاءه خبر موت، خبر موت صديق لهم، فبكى وخرج صوت من بكائه ولكن بدون حروف، لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، لأنه بدون حروف وإنما خرج صوت فقط. وقوله: من وجع بجسده، من وجع بجسده، كما ذكرنا قبل قليل، الأنين، الأنين إن كان لمرض، إن كان لمرض ولا يستطيع منعه لا تبطل الصلاة. إن كان يستطيع منع الأنين تبطل الصلاة. وكذلك البكاء، وكذلك البكاء أو الصوت في البكاء. أو مصيبة بفقد حبيب أو مال، فقد مال قيد للأنين وما بعده، لأنه كلام معنى، لأنه كلام معنى. لا تفسد بحصولها، يعني لو أنه بكى، لو بكى بصوت مسموع مع حروف من ذكر جنة أو نار اتفاقا عندنا، اتفاقا في مذهبنا لدلالتها على الخشوع. قال: ويفسدها تشميت، بكى، بكى خشوعا، لا يضر، لا يضر، لأنه قيد بالذكر الجنة والنار لو كان في غيرها. لا 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 ضر في ذلك، ما دام البكاء في الصلاة من خشوع مولانا لا يضر، لا يضر أبدا. حتى لو بكى كما قال قبل قليل من ألم ووجع ومصيبة بصوت دون حروف كذلك لا تبطل الصلاة. لو بكى بسبب بكاء الإمام، ما تأثر، الحال يسري، الحال يسري. إيه نعم، جميل. قال: ويفسدها تشميت بالشين المعجمة، أفصح من المهملة، يعني أفصح من تسميت. الدعاء بالخير خطاب، خطاب عاطس بيرحمك الله عندهما، عند أبي حنيفة ومحمد، خلافا لأبي يوسف. أبي يوسف قال لا تبطل الصلاة. مرة كان شيخنا شيخ عبد الرزاق في المسجد بعد صلاة الجمعة، نزل من المنبر صلى السنة، جاء أحد الأشخاص فسأله قال: له مولانا أنا بالأمس قرأت حديث غريب أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بشتم الناس. قال: كيف؟ قال: يقول إذا عطس أحدكم عطس أخ فليشتمه. كيف يعني نشتمه؟ يعني كل ما عطس إنسان أم يشتمه؟ فضحك الشيخ ضحكا شديدا، قال: ليس فليشتمه، فليشمته، يعني فليدعو له بخير، وليس فليشتمه فليسبه. وهكذا أحبابنا كثير من الناس يأخذون علما من الكتب فيضلون ويضلون، فيضلون ويضلون. قال: خلافا لأبي يوسف. وجواب مستفهم عن ند لله سبحانه وتعالى، أي قال: أنا في الصلاة جاءني إنسان وقال لي: هل مع الله إله آخر؟ طاقت الدنيا به وضاقت الأوقات، ما بقي عند وقت غير الآن، وأنا أصلي، فجاء لي يسألني: هل مع الله إله آخر؟ فأجابه المصلي بلا إله إلا الله، تبطل صلاته. يفسد عندهما، يفسد عند أبي حنيفة ومحمد، خلافا لأبي يوسف.
وهو يقول إنه ثناء، يعني كلمة لا إله إلا الله ثناء ذكر لا يتغير بعزيمته، يعني يبقى ذكرا ولا ينقلب إلى جواب بعزيمته بنيته ونوى الإجابة، قال لا ينقلب إلى جواب، وهما يقولان إنه صار جوابا فيكون متكلما بالمنافي فتبطل صلاته تبطل. فالأصل في المسألة أحبابنا أن عند أبي يوسف عنده ما كان ذكرا أو ما كان ثناء وذكرا لا يتغير بالنية، لا يتغير بالنية. أما عند أبي حنيفة ومحمد فقال يتغير بالنية، يتغير بالنية. وخبر سوء بالاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون، وسار بالحمد لله. وجواب خبر عجب بلا إله إلا الله أو بسبحان الله كل هذا يبطل الصلاة. بخلاف أبي يوسف، أيوة تماما. أبي يوسف أنك قلت لا إله إلا الله لا يتقد إيش، لا يتغير بالنية، لا يتغير بالنية. قال ويفسدها كل شيء من القرآن قصد به الجواب، كيا يحيى خذ الكتاب، كيا يحيى خذ الكتاب لمن طلب كتابا ونحوه. واضح الكلام، أنت في الصلاة جاء صديقك قال لك أريد أن أستعير هذا الكتاب، فقلت له يا يحيى خذ الكتاب تقرأ قرآن تبطل صلاتك، لمن طلب كتابا ونحوه. وقوله آتنا غداءنا لمستفهم عن الإتيان بشيء، وتلك حدود الله فلا تقربوها، نهيا لمن استأذن في الأخذ، أريد أن أخذ هذا الأمر فقال لك في الصلاة تلك حدود الله لا تقرب، نهيا عن استئذان لمن استأذن في الأخذ، وهكذا تبطل الصلاة. أقولنا مولانا القاعدة الأصل، القاعدة عند أبي يوسف ما كان ذكرا، ما كان ذكرا وثناء لا يتغير بالنية، يعني يبقى ذكرا ودعاء وثناء فلا تبطل الصلاة. وعند الصاحبي عند أبي حنيفة والإمام محمد تبطل الصلاة. قال وإن لم يرد به الجواب بل أراد إعلام أنه في الصلاة لا تفسد بالاتفاق، لا تفسد إن أراد إعلام أنه في الصلاة. ويفسدها رؤية يقرأ الحديث أو يصلي؟ لا هو يقرأ، هو يعني يقول له كتاب مثلا حديث فيقرأ مثلا الحديث وهو يصلي وهو يتابع ما يقرأه، وأثر هذا عن قرار مصر. عن من هذا أثر؟ لا أذكر عمن ورد قراره، ربما جاء كتاب جامع أن الشيخ يقرأ الصلاة والطالب يقرأ. هذا فعل شاذ مولانا، هذا فعلا شاذ. والشيخ يسمع، وين المشكلة الآن؟ يصحح له؟ كيف يصحح له؟ يذكر أي اسم؟ لا يذكر من القرآن أنه كان يحيى، هو يذكر أنه أخطأ في السنة أنه لم يذكر يحيى. لو أنه أخطأ مثلا بجعفر كيف يصحح له؟ قال أبو بكر مثلا، منين بيجيب منين بيجي أبو بكر من القرآن؟ يعني هذا يعني تنطع في الدين مولانا، ما أنا لا أعرف الشخص ولكن أيا كان هذا الذي فاعل هذا، يعني أتى يعني هذا الأصل استهانة بالصلاة واستخفاف في الصلاة، هذا الفعل أنا لا أعلم من هو هذا. على كل مولانا القاعدة معروفة صارت لدينا الآن، القاعدة صارت معروفة، ما كان ذكرا وثناء عند أبي يوسف لا يبطل، عند أبي حنيفة ومحمد يبطل، هذه القاعدة. ونسقط عليها جميع الأحداث، نسقط على هذه القاعدة جميع ما يحصل أما عندنا من أمور. يعني هذا الإنسان أثناء الصلاة هو مع الله أم مع غريب؟ يعني أظن هذا فعل لشخص واحد فقط،
وذكر للتندر بحاله أظن. هذا ما يفعله عالم، هو الذي كان يفعل. الله يصلحه، أصلحه الله. قال: وإن لم يرد به الجواب بل أراد إعلام أنه في الصلاة لا تفسد بالاتفاق. قال: ويفسدها رؤية متيمم أو مقتد به ولم يره إمامه، ولم يره إمامه ماء قدر على استعماله قبل قعوده قدر التشهد. أما لو قدر على استعماله بعد قعوده قدر التشهد، أو قدر على استعماله بعد قعوده قدر التشهد، ففيه الخلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه. فأبو حنيفة تبطل الصلاة عنده لأنه خرج من الصلاة بغير فعله، وقلنا في الدرس الماضي أن الخروج من الصلاة بفعل المصلي فرض عند أبي حنيفة، ولم تبطل الصلاة عند الصاحبين لأنه خرج من الصلاة برؤية الماء، كما سنقيد به المسائل التي بعد هذا أيضا، بعد هذه أيضا. وكذا تبطل بزوال كل عذر أباح التيمم، أباح التيمم. وكذلك تمام مدة ماسح الخف، وكذلك مدة تمام مدة ماسح الخف، وتقدم بيانها. وهو في الصلاة تمت مدة، ذكرنا في الدرس الماضي للمقتدي أن يسلم، أن يسلم قبل إمامه إن خشي خروج وقت المسح، له أن يسلم ولا كراهة في حقه كي لا تبطل صلاته. قال: وكذا نزعه أي الخف ولو بعمل يسير، لو نزع الخف وهو في الصلاة تبطل صلاته لوجوده قبل القعود قدر التشهد. قال: وتعلم الأمي آية ولم يكن مقتديا بقارئ، ولم يكن مقتديا بقارئ، يعني لما لو كان مقتديا بقارئ وتعلم الأمي آية تبقى صلاته صحيحة، أما لو كان مقتديا بأمي مثله وهو في الصلاة تعلم آية أو آيتين تبطل صلاته. ليه؟ لأنه صار اقتداء قارئ بأمي، صار اقتداء قارئين بأمي. نعم. إذا وتعلم الأمي آية ولم يكن مقتديا بقارئ، بقارئ. هذا بعض الفقهاء أو أكثر فقهائنا قالوا لو كان الإمام، لو كان المقتدي أميا، أمي بقارئ، أمي بقارئ، فتعلم الأمي آية أو آيتين قال تبطل صلاته كذلك. ليه؟ قال: لأن التعلم عمل كثير، التعلم عمل كثير. ولكن كذلك كثير من فقهائنا قالوا لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. فالمسألة فيها خلاف. لو إيش؟ لو اقتدى، لو كان مقتدى الأمي مقتدي خلف قارئ فتعلم آية أو آيتين أو ثلاث إلى آخره، بعضهم قال أو كثير منهم قالوا تبطل، وبعضهم قال لا تبطل. أما لو كان مقتديا بأمي مثله تبطل قولا واحدا. قال: نسبة إلى أمة العرب الخالية عن العلم والكتابة كأنه كما ولدته أمه، لذلك قالوا عنه أمي، نسب إلى أمه. وسواء تعلمها بالتلقي، جلس إنسان يلقنه ويعلمه وهو في الصلاة، أو تذكرها، كان قد نسيها وتذكرها. قال: وجدان العاري ساترا، وجدان العاري ساترا يلزمه الصلاة فيه، كان عاريا فوجد ثوبا يلزمه، قد يجد ثوبا لا يلزمه أن يستعمله، كان يجد ثوبا لغيره، ثوبا لغيره، ولا يبيح له استعماله، لا يبيح له استعماله، فيبقى مصليا وهو عار ولا تبطل صلاته. أما لو جاء وهو يصلي وهو عار، جاء إنسان وقال هذا ثوب كي تصلي به، أعاره إياه أو ملكه إياه، تبطل صلاته مباشرة. قال: فخرج نجس الكل،
وما لم يبيحه مالك. طبعا ثوب خرج ثوب نجس الكل، والمصلي فاقد لما يطهر به الثوب. أما لو كان مالكا لثوب نجس الكل وعنده أدوات التطهير لا تصح صلاته لا بالثوب ولا بدون الثوب، يجب عليه تطهير الثوب أولا. قال وقدرة المومي على الركوع والسجود، وقدرة المومي على الركوع والسجود. الله نعم يا سفضل. حتى لو خرج وقت الصلاة يعني لباسه نجس ومع أدوات التطهير، لكن ضيق الوقت ليس عذرا، هو المقصر، هو المقصر لا تصح صلاته. قال وقدرة المومي على الركوع والسجود لقوة باقيها، يعني كان يصلي بالإيماء وهو في الصلاة شعر بقوة على الركوع والسجود تبطل صلاته، فلا يبني على الضعيف الذي هو الإيماء بالركوع والسجود. وتذكر فائتة لذي ترتيب، وسيأتي معنى الحديث عن صاحب الترتيب مفصلا. والفساد موقوف، فإن صلى خمسا خمس صلوات متذكرا الفائتة وقضاها قبل خروج وقت الخامسة، قبل خروج وقت الخامسة بطل وصف ما صلاه قبلها وصار نفلا. الصلاة لها وصف، إما أن تكون فرضا وصفها، إما أن يكون وصفها الفرض، وإما أن يكون وصفها النفل. فلما قال بطل وصف ما صلى يعني بطلت الفرضية وبقيت الصلاة، فإذا بقيت الصلاة وزال عنها وصف الفرض ماذا تكون هذه الصلاة؟ تكون نفلا، فلذلك قال وصارت نفلا. قال وإن لم يقضها لم يقضي الفائتة حتى خرج وقت الخامسة، يعني صار الفوائت الآن صار عندنا خمس صلوات وواحدة فائتة، صحت وارتفع فسادها، صحت وارتفع فسادها، فساد من؟ الخمس، أيوة فساد الصلوات الخمس. قال واستخلاف من لا يصلح إماما كأمي ومعذور كذلك تبطل صلاته، لا بد أن يستخلف من يصلح للإمامة. قال وطلوع الشمس في الفجر لطلوع الناقص على الكامل، وهو يصلي طلعت الفجر وهو في صلاة الفجر، لطلوع الناقص على الكامل. الناقص هو وقت طلوع الشمس، لأن هذا الوقت وقت عابدي الشمس، والكامل هو وقت ما قبل طلوع الشمس، هذا الوقت الكامل. نعم والله عندي الناقض أنا الثاني، لماذا قرأتوها الناقص؟ عندكم الناقض؟ الناقص والله هي أفضل الناقص، عندك الناقص الأفضل الناقص، أنا قرأتها الناقص وهي مكتوبة عندي الناقض. الناقص أولى لأنه يعني ذكر الكامل، لقرب الناقص على الكامل. قال وزوالها أي الشمس في صلاة العيدين ودخول وقت العصر في الجمعة لفوات شرط صحتها، وهو الوقت، شرط صحة العيدين الوقت وشرط صحة الجمعة الوقت. قال وسقوط الجبيرة عن برء، قال أنت لم تفهم من أين يعني وقضاها قبل خروج الوقت الخامسة؟ أفهمت. طيب أول شيء صاحب الترتيب شخص لم تفته صلاة قط من وقت البلوغ، الآن اليوم فاتته صلاة، فاتته صلاة، تذكر اليوم الظهر لم يصليه،
صلى العصر وهو متذكر للظهر، وهو متذكر للظهر، نعم. صلى المغرب وهو متذكر للظهر. صلى العشاء وهو متذكر للظهر. صلى الفجر وهو متذكر للظهر، أربع صلوات. دخل وقت الظهر الآن، دخل الآن وقت الظهر. صلى الظهر، صلى الظهر وهو متذكر للظهر السابق، للظهر السابق. قبل خروج وقت الظهر الثاني وقبل دخول وقت العصر قضى تلك الصلاة، قضى تلك الصلاة بعد فرض الظهر اليوم، قضى تلك الفائتة، قضى تلك الفائتة. ولكن قبل خروج وقت الخامسة لم يدخل وقت العصر بعد. ما حكم الصلوات الخمس هذه كلها؟ صارت نفلا، بطلت، بطل وصفها. قلنا الصلاة لها وصف، إما أن تكون فرض وإما أن تكون نفل. بطل وصف الفرضية وحل محل النفلية فصارت نفلا، فيجب عليه قضاؤها. الصلوات الخمسة هذه كلها يصليها الآن، يصليها الآن قبل خروج وقت العصر الظهري. لا يبغي الترتيب، يقضيها، يقضيها مرتبة ويبقى هو صاحب ترتيب، يقضيها مرتبة ويبقى صاحب ترتيب. أما إذا خرج وقت الخامسة، وقت الظهر يعني، ودخل وقت العصر، صحت الصلوات كلها ويقضيها صلاة الظهر الظهر الفائتة ولا شيء عليه. ما يسقط ترتيب مولانا هكذا؟ إن خرج وقت الخامسة ودخل وقت النهار يخرج، بطل كونه صاحب ترتيب، بطل كونه صاحب ترتيب. لا يخرج عن كونه صاحب ترتيب لو أنه قضى الفائتة قبل خروج وقت الخامسة. هذا ما ذكرته له. إن صلى الفائتة بعد خروج وقت الخامسة صحت الصلوات السابقة وبطل كونه صاحب ترتيب. سيأتي تفصيل المسألة كاملا، بحث باب الفوائد، باب الفوائد. وهو ينتظر عمدا، ينتظر عمدا؟ جاهل هذا، لما ينتظر؟ قال وطلوع الشمس في الفجر قرأناها هذا، وسقوط الجبيرة، لا، وسقوط الجبيرة عن برء لظهور الحدث السابق، لظهور الحدث السابق. يعني إنسان كان وضع جبيرة على يده لصاقة، هنا فينا جرح يؤلمه، أثناء الصلاة سقط هذه اللصاقة، هذا الجي سقط، فنظر فإذا بالجرح قد برئ، شفيت يده، تبطل صلاته. أما لو سقطت ونظر إلى يده فإذا بالجرح ما زال محمرا في، يعني يؤلمه، لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. ويعيد الجبيرة أو يضع جبيرة ثانية، ولا يجب عليه أن يعيد الوضوء ولا أن يعيد الغسل، لأنه مر معنا المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها، لا يتوقف بوقت. وسقوط الجبيرة عن برء لظهور الحدث السابق. أنا كان بدي أقرأ أكثر من هيك، سبحان الله. طيب نقف هنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين.